بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. طلبا للخيرية وللخصوصية وللأجر الوفير وللدرجات العلى عند الله عز وجل، نزلنا مع سورة البقرة. شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الربع الأخير الذي ابتلى إبراهيم ربه، وقطعنا فيه شوطا في كلام ابن كثير عن أول وصدر هذا الربع، وما زال معنا يعني بقية لكلامه عليه رحمة الله، ثم مع كلام السعدي والوقفات التربوية إن شاء الله تبارك وتعالى. في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قال الحسن قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهما الله عز وجل أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه وإسماعيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. وروى عن عبيد بن عمير وابن عالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة: أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف ومعلوم. وعن سعيد بن جبير قال: للطائفين يعني من أتاه من غربة، أي الذين أتوا من أماكن بعيدة. والعاكفين أي المقيمين فيه يعني من أهل مكة. ونقل عن ابن جرير عليه رحمة الله قوله: ومعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي وللطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك، أو أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليه السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده، يعني من باب الإخلاص لله تبارك وتعالى لا شريك له، للطائفين به أي بهذا البيت، والعاكفين أي عنده يعني في المسجد، والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى في موطن آخر: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إلى أن قال عليه رحمة الله أي ابن كثير: وتقدير الكلام إذن وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب، وقال الريب هنا تعني الشر والخوف، وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين يعني محلا أو مكانا، والعاكفين والركع والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وكذا من قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ثم ساق بعض الأحاديث التي تشير إلى وجوب تطهير بيوت الله عز وجل قياسا على هذا الأمر الذي مر. ثم قال عليه رحمة الله: وقد اختلف الناس، يقصد يعني من العلماء، في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة هي التي بنتها قبل آدم، وقيل آدم عليه السلام هو أول من بناها لما أهبط الأرض وشعر بوحشة ويعني أنس للبيت المعمور أمر ببنائها. وفي بعض الروايات في الأثار الإسرائيلية تقول أنها أنزلت له من السماء، نزل بها الملائكة، لآخر هذه المعاني التي يعني لا يصح منها شيء.
وقيل إن أول من بنى الكعبة شيث عليه السلام، وغالب ما يذكر أي من هذه الأثار والمرويات إنما يأخذه من كتبه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، يعني بمفردها لا تعتد دليلا يعول عليه، لابد أن تدعم بدليل سمعي من قرآن أو من سنة أو من توجيه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما له حكم مرفوع، له حكم المرفوع. يقول وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين، يعني يقول لو أتى حديث يحدد فعلى الرأس والعين. وعلى الجملة يعني كثير من السلف يعني توقفوا في هذه المسألة، من هو أول من بنى الكعبة، ومرروا هذه الأقوال ولم يعلقوا عليها كثيرا، هل هو آدم، هل هو الملائكة، هل هو سيث فعلا. في الحقيقة يعني المتفق عليه أن إبراهيم أمر برفع القواعد، هل على مثال سابق أو قواعد سابقة وضعت أم وضعت له خصيصا ليتم الرفع من عليها. الأولى أن نسكت لأنه لم يأتي دليل يخصص هذا، غير أننا نقول من مكانة إبراهيم أنه هو الذي أمر برفع البيت وهذا معلوم. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله في الآيات التي مرت بنا من أول وابتلى إبراهيم ربه إلى هذه الآية التي بين أيدينا، نعم، قال عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، يعني على جلالة قدره يقصر، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، يعني اليهود يقولون لنا والنصارى يقولون لنا إلى آخر هذه المعاني، بل وكذلك المشركون، مشرك العرب يعني كان يقول نحن على بقايا دين إبراهيم. يقول أن الله عز وجل ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلاء لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه، يعني النية والتوجه لله عز وجل. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، من أجل هؤلاء الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله تبارك وتعالى شكورا، فقال: إني جاعلك للناس إماما، كجائزة مكافأة كيعني بيان لعظيم ما يعني أدى إبراهيم في الابتلاءات التي يعني سيمر الكلام عليها في الوقفات التربوية بشيء من الإضاحة إن شاء الله. إني جاعلك للناس إماما أي يقتدون بك في الهدى أو في الهدي، نعم، ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد، وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولي العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع، ولهم داع إلى الله وإلى سبيله سبحانه وتعالى. فلما اقتبط إبراهيم فرح بهذه يعني المنحة أن جعل إماما للناس، الغبطة يعني من الفرح والسعادة، فلما اقتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. يعني يقول كأن إبراهيم عليه السلام لعظيم همته ولحرصه على الخير له وللآخرين يعني طلب الإمامة لذريته ككل، يعني يكثر من يوجه من الخير ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فأجابه الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، بين لخليله المانع من يعني أن يعطى هذا على إطلاقه، أن يكون كل الذرية أئمة أو من الأئمة، وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال:
لا ينال عهدي الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافات الظلم لهذا المقام، فإنه يعني أي هذا المقام آلته الصبر واليقين، يعني عدة هذا المقام الإمام في الدين تكون بالصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة، فأين الظلم من هذا المقام؟ يعني يقول أن من وقع في الظلم حتى ولو نفسه بعيد عن مثل هذه المكانة العظيمة التي تستحق الإمامة في الدين وفي الخير. ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها، ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم وهذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، حاطا للذنوب والآثام. يعني الشيخ كما قلنا يشير إشارات مختصرة لكن تأتي يعني في طياتها معاني جميلة جدا. فكما نعلم نحن من ركن الحج أن الحج يهدم ما قبله، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه إلى آخره، والحج المبرور ليس له تزان أي عند الله إلا الجنة، فيقصد هذا المعنى يعني كما سيأتينا في الوقفات بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه رحمة الله: وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعه الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا. ليش نحن على كلمة لا يقضون منه وطرا؟ لا يشبعون منه، مجرد أن يخرجوا منه حتى يحنون إليه وإلى العودة إليه مرة أخرى. نعم نعم. قال: وجعله أمن، يعني مكان آمن، والأمان يشع في جنباته، يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار، ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، أي الحرم الآمن. ويجد أحدهم، أي في الجاهلية قبل الإسلام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، يمشي وراه ولا يزعره ولا يخيف ولا ينظر إليه حتى، انظر إلى قيمة الأدب حتى مع جاهليتهم، فلا يهيجه. فلما جاء الإسلام يعني على هذا المكان الآمن زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما بقوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، هو مقام إبراهيم الموجود الفانوس الزجاجي المشهور الذي في مقابل باب الكعبة الآن. نعم. وأن المراد بهذا ركعة الطواف، يعني إذا نظرنا إلى ظهر الآية واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وبيضا هو المقام الموجود الآن، والمعني بالآية أن تصلي يعني ركعتي الطواف وتجعل هذا المقام بينك وبين الكعبة المشرف. نعم. قال: بهذا ركعتي الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، البعض يقول بالوجود، نعم، لكن هذا قول الجمهور. ويحتمل المعنى الثاني لقوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى، ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحل وغير ذلك من أفعال الحج، فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. يقول يعني إذا قلنا بالمعنى الثاني أن من قوله تعالى واتخذ مقام إبراهيم مصلى أنه يشمل كل المناسك، فهذا أعم وأشمل ويشمل معه ركعتي الطواف اللتين وردتها في التفسير الأول.
ثم قال عليه رحمة الله: وقوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي، نعم، ومن الرس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. وقدم سبحانه وتعالى الطواف لاختصاصه أي البيت، فالطواف لا يكون إلا في البيت على الكعبة المشرفة، فلعن من طاف بغير بيت الله كما تعلم. وقدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأنه من شرطه، يعني الاعتكاف من شرطه أن يكون المسجد كالمساجد الجامعة على الجملة، لأنه من شرطه المسجد مطلقا أي مسجد جامع. ثم الصلاة مع أنها أفضل، ولهذا المعنى يعني خصص الطواف في تقديمه يعني. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، أضاف البيت له سبحانه وتعالى أن طهر بيتي، أضافه لنفسه، قال لفوائد منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله عز وجل، فيبذلان يعني غاية الجهد ويستغرقان مسعهما في ذلك لما يعني يخاطبان بأن هذا بيتي، إذن هذا يعني دعوة لهما للاهتمام اللائق بهذا المكان. قال ومن ذلك أيضا أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه، يعني بتكريم البيت. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه أي البيت، انتهى كلامه عليه رحمة الله. يقول أن يعني هذه الإضافة بيت الله هي السبب الأول في جلب الأفئدة لحب هذا البيت والتوجه لهذا البيت، ويعني الارتباط بهذا البيت بهذه الصورة التي نعلمها. الوقفات التربوية، الأولى من قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. طبعا كما مر بنا أن المبتلي هو الله تبارك وتعالى، والمبتلى هو الخليل إبراهيم عليه السلام، والابتلاء يعني سنة ماضية لله تبارك وتعالى في عباده، والنصيب الأوفى منها من خلال هذه المعاني لأنبيائه ولرسله ولمن سار على نهجه. أشد الناس بلاء إيش؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. فهذه سنة ماضية، سنة ماضية، انظر إلى الخليل إبراهيم إلى مكانته وعظيم قدره عند الله عز وجل، نال النصيب الأوفى من الابتلاء بكل معاني الكلمة، من الامتحان، كلمة ابتلاء يعني امتحان أو اختبار. امتحن واختبر عليه السلام بيعني صورة كما يعني في قصته وفي الحديث عنه من خلال السيرة ومن خلال أقوال الصحابة والسلف، تجد فعلا أنه يعني نال النصيب الأوفى من الابتلاءات التي يعني لا تخطر لكم ببال. قال أهل العلم: والكلمات التي ابتلي بها الخليل إبراهيم كما مر بنا كونية وشرعية، كونية وشرعية، كلمات كونية وكلمات شرعية. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في تفسيره لسورة البقرة وأصح الأقوال فيها أي الكلمات، أن كل ما أمره به سبحانه وتعالى شرعا أو قضاه عليه قدرا فهو كلمات. والمتتبع لسيرة الخليل يجد أن كل ما أمر به شرعا سلم له وخضع وانقاد. يعني في الحقيقة إشارة جميلة جدا وتحتاج منا إلى وقفة تربوية مهمة جدا. المعنى أن الخليل عليه السلام ابتلي بكلمات أوامر ونواهي، بكلمات شرعية، وابتلي بيعني أمر الله الكوني وهي أيضا كلمات، وفي الحالتين استسلم وخضع وانقاد وضرب أروع الأمثلة وطبق أجمل الصور في تحقيق العبودية والامتثال لله تبارك وتعالى في هذين الأمرين، الأمر الشرعي والأمر الكوني. فلما نأخذ مثالا سريعا في الأمر الشرعي، الكلمات الشرعية يعني التي تتمثل في أوامر الشرع فيما يعني قضاه الله شرعا، فيما أمر الله به شرعا، تجد أن الخليل ضرب أروع الأمثلة في الاستجابة والتطبيق العملي.
أمر مثلا أن يكون مسلما فقال له ربه أسلم، إيش قال؟ قال أسلمت لله، أسلمت لرب العالمين فورا، لم يتلعث ولم يتردد عليه السلام. أمر أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى في قومه عباد الأصنام والمتربحين منها، فاستجابوا على التو والفور، هذا أمر شرعي، أمر بالدعوة، نفذ ويعني تحرك في وسط قوم عباد الأصنام والأوثان، في وسط عباد الكواكب والنجوم، ذهب إلى النمرود، لم يتباطأ ولم يتلعثم. لماذا؟ الأمر شرعي، أمر به من الله عز وجل، فكان يعني يوفي ويؤدي في غاية الدقة عليه السلام، لكونه كان يعلم أنه لا يعني فرصة للمسلم أبدا أن يعني يتردد أو يتأخر أو يتباطأ في تنفيذ الأمر الشرعي، هذا أمر من الله عز وجل، فأداء غاية الأداء وأجمل الأداء. أمر بوضع الرضيع وأمه في ذلك المكان، وهذا يكون يعني شرعي وقدري، فكانت الاستجابة وكان التطبيق الرائع الجميل الذي تعلمونه من القصة، بعد أن رزق به، بعد أن شاب الشعر وانحنى الظهر، خذ هذا الرضيع وضعه في ذاك المكان السميق البعيد حيث لا جليس ولا أنيس ولا طعام ولا شراب ولا مقومات الحياة بالمرة، فيعني يستجيب استجابة عجيبة جدا، فيذهب ويضعه ثم يعود يعني راجعا لأداء دوره في الدعوة الله تبارك وتعالى. إذن هذه استجابة عجيبة جدا للأمر، استجابة لا نظير لها. أيضا أمر في الرؤيا أن يذبح هذا الغلام الذي بلغ السعي، ورؤيا الأنبياء حق، فما كان منه إلا أن سمع وطاع وسلم لله تبارك وتعالى وأقبل على التنفيذ، فكان الفرج والمخرج والنجاة والتشريف والتكريم كما تعلمون من القصة، وقد يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في باقي الوقفات. الشاهد ما كان عنده تلعثم ولا تردد ولا تسويف ولا تخير ولا علل ولا معذير، طالما الأمر من الله انتهت القضية. هذا هو المعنى الأسمى لتحقيق العبودية والاستسلام لكلمات الله تبارك وتعالى. أمره تبارك وتعالى ببناء الكعبة وتطهير البيت، بنى على التو وعلى الفور، أمر شرعي من الله عز وجل، نفذ وفورا فنال الشرف وجعل البيت يعني عنوانا على إبراهيم ومذكرا للأجيال بعظمة خليل الرحمن عليه السلام. أمر بنداء الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني نفذ ونادى فوكهم، فوصل ذاك الصوت إلى أعماق أعماق التاريخ إلى ذرية آدم، فكان البلاغ من الله تبارك وتعالى هو نادى، وكان البلاغ على الله تبارك وتعالى إلى آخر هذه المعاني. الشاهد أنه عليه السلام وفى كما أثنى عليه بقوله إبراهيم الذي وفى، عارفين يعني إيش إبراهيم الذي وفى؟ يعني وفى أدى الأداء الأمثل الذي يريد تبارك وتعالى، يعني بكل معاني الكلمة، وفاء وأداء وروعة وإتقان وسلاسة وضوح وبساطة، أداء لا نظير له، لذلك أثني عليه بهذا القول وإبراهيم الذي وفى. وأما الابتلاء بالكلمات الكونية كانت شديدة في الحقيقة، يعني ضرب المثل عليه السلام عندها على الصبر وقوة الاحتمال وعدم الجزع والتسخط، الأمر الكوني يعني قد يكون شديد من وقعه، صور الابتلاء قد تكون مؤلمة وشديدة، ولكن المؤمن الواثق من ربه يصبر ويتحمل ويحتسب ولا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، فكان إبراهيم مثالا في تلقي الأمر الكوني والتعامل معه. ومن ذلك حينما سلط عليه أعداؤه من عباد الأصنام وعباد الكواكب والنمرود على صح الروايات التي جمعت، حينما اتخذوا قرار التحريق الغاشم بتلك الصور الوحشية، كيف قبل هذا الأمر الكوني؟ كيف قبل يعني ابتلاء المولى تبارك وتعالى له؟ لم يجزع ولم يرتبك ولم يضطرب ولم يعني ينهزم نفسيا ولم يحبط معنويا، بل صبر واحتسب وثبت، وكان يعني نجاح باهر لدرجة أن جبريل الأمين يأتيه ألك حاجة؟ يقول لا، حسبي الله ونعم الوكيل، كما سيأتينا في الوقفات الأخرى. أمر عجيب جدا هذا إخواني، حسن أدب مع الأمر الكوني، قد تصب بمرض،
قد تصب بموت حبيب، قد تصب بجائحة في مالك، هذه أمور كونية. قد يقع عليك ظلم مثلا أو جور أو عدوان، كيف تتعامل مع هذه المعاني؟ لابد أن تتقي بمثل هذا المستوى العظيم. ومن هذا أيضا يعني العلماء يذكرون قصته مع سارة حينما يعني هاجر إلى بلاد الشام ثم إلى مصر، وكان بها طاغية وعلم بحسن جمالها ويعني هيئتها، فطلبها لنفسه وحبس الخليل عليه السلام. فكان هذا ابتلاء، ابتلاء عظيم جدا، ابتلاء عظيم. تخيل أن معك الزوجة ويأخذها طاغية متكبر، وأنت تعلم من سيرته أنه متوحش متجبر قذر يصنع كل شيء، فكيف يكون الحال؟ الخليل تعامل مع هذا الأمر بأن تضرع إلى الله عز وجل وتوجه إليه، فكانت نجاتها على نحو يعني كما سنفصل بالله تبارك وتعالى. الشاهد أن يعني الأمر الكوني تعامل معه بقوة وبثبات عجيب، كما مثلا في لحظات تسليط الشيطان عليه في طريق العودة من عرفة إلى مكة، يعني يحدث إسماعيل بالرؤية التي رأى، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني عرف، قيل على عرف أنها رؤية حق، فانطلق ليحقق هذه الرؤية وقم بذبح الولد بيده لا بيد غيره. وهو في الطريق في منى اعترضه الشيطان في صورة نصح أمين، فقال كيف تسمح هذا، هذه رؤية يعني من الشيطان، وماذا صنع الولد، وماذا ارتكب من الجرم، وماذا فعل من الأفعال. إذن يعني كلام قد يكون يعني بمقياس الناس ومقياس البشر قد يقبل، لكن سبحان الله هذا ابتلاء من الله لإبراهيم، امتحان صعب جدا جدا. فأمسك بحصيات فرجمه فساخ في الأرض مرة وثانية وثالثة، وتخطى هذه العقبة ووصل إلى الولد في مكة عند الكعبة، وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فكانت الإجابة السديدة الموفقة، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم أي الوالد والولد، أسلم الأمر لله وأزعم لله، كان الفرج وكانت النجاة بهذه الصورة التي تعرفونها. فالشاهد إبراهيم وفى حتى في الأمر الكوني، يعني إيش؟ تعامل مع الابتلاءات الكونية القدرية بهذه الصورة العظيمة من الثبات وعدم الزعزعة والارتباك والاضطراب والقلق والهلع والجزع، بل كان يتعامل معها بثوابت إيمانية راقية لا نظير لها. نعم، الشاهد لما وفى في الأمر الشرعي كما أشرنا لبعضه، ووفى في الأمر الكوني استوفي واشتري واختير لينال الإمامة العظمى من الله عز وجل. لكن الوقفة التربوية من هذا العرض السريع، هذا عرض سريع، إيش الوقفة التربوية لنا؟ أقول لك أمانة لك أن توفي قبل أن تقبض، أن تتوفى أنت أيضا أمانة لك أن توفي. وفي ماذا؟ توفي الكلمات الشرعية التي أمرت بها، الأوامر والنواهي. هل أنت وفيت؟ قف مع نفسك وتفكر، هل أنت وفيت؟ والله أنا أحسن من غيري. لا، هذا ليس وفاء. الوفاء أن تنظر إلى وفاء إبراهيم، مع أن الأوامر كانت شديدة وكانت يعني في ظهورها قاسية ومؤلمة وتخالف مقاييس البشر، ومع ذلك وفى وأدى الأداء الأمثل. هل أنت وفيت ما أمرت به وفيما نهيت عنه؟ والله يا إخوان نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا. إبراهيم الذي وفى، وفى الوفاء الأمثل في الشرعية وفي الكونية. أنا أسألك الآن عن الشرعية، هل وفيت؟ هل وفيت بأن أزعمت لكل الأوامر وخضعت لكل النواهي التي وردت في القرآن والسنة؟ أم ماذا؟ في الحقيقة لو نظرنا إلى واقعنا وتأملنا يعني في أحوالنا سنجد الفرق كبير. إبراهيم أمر بأوامر كما مر بنا شديدة، ومع ذلك وفى. أنت مسكين أمرت بأوامر بسيطة جدا وسهلة جدا، ومن فضل الله في وسعك وفي مقدورك، فلا يكلف الله نفسا وسعها ولا تكليف إلا المقدور. أنت تقبل على كل هذا الذي كلفت به. الكلمات الشرعية عندنا، الأوامر الشرعية عندنا، الواجبات والحقوق عندنا، بالله عليكم هل تعجزون عن شيء منها؟ مش ممكن أبدا. لو النهارده واحد يقول لك لا أنا ما أقدرش أصلي، أصوم، أحج مثلا، أفعل كذا، في ضوابط شرعية،
في الأعذار قد تسقط بالعجز ويعني إلى آخره من الأعذار الشرعية. الشاهد عندك ضوابط شرعية وعندك تسهيل وتيسير وتخفيف ومرحلية في الأداء لا نظير لها في الأمم الأخرى من فضل الله عليك. فأين أنت من الأداء؟ هل وفيت أم لم توفي؟ وخذ كل معنى هذه المعاني وطبقه. هل وفيت في الصلاة؟ صليت كما ينبغي؟ أديت الفرائض؟ كنت حريص على النوافل؟ وأديت الأداء الأمثل الذي فيه التدبر والخضوع والخشوع والاستشعار إلى آخر المعاني؟ هل أديت في الصيام مثلا؟ هل أديت في الزكاة مثلا؟ هل وفيت في باقي الواجبات والحقوق كبير الوالدين إلى آخر هذه المعاني؟ نعم، في الحقيقة يعني عندنا من يؤدي أداء مبتورا، يؤدي بعض الأوامر أو يوفي لبعض الأوامر ويتمرد على البعض الآخر، نقول هذا خطر ما يليق عندنا أبدا. تدخل في السلم كافة، أنت مطالب أن تدخل في الإسلام جملة، تأخذها يعني جملة واحدة، لا تنتقي ولا تختار ما يوافق الهوى والطبع والعادة والبيئة، لا، أنت مطالب بالزعل الشرع ككل، كلمات شرعية ككل. فعندنا من أخذ شيء ورد أشياء، وعندنا من أخذ الأشياء ولكن أدى أداء روتيني خالي من المضمون بدون استشعار وتدبر، عبارة عن أشياء موروثة وعادات مألوفة لا أكثر ولا أقل. وعندنا مع الأسف من لم يوفي بالمرة ولم يقبل شيء بالمرة واكتفى بمجرد الاسم والانتساب لوالدين مسلمين فقط لا غير، مع الأسف الشديد. وهذه قضية في منتهى الخطورة تحتاج منا إلى وقفات ونظرات. نعم، الوقفة الثانية من قوله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله إني مسيرك للناس إماما، بمعنى قال هي عامة في من يأتي من بعده، فقد صار إماما حتى لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لما وفى الكلمات الشرعية والكلمات الكونية وفاء يعني عظيما رائعا جميلا استحق الإمامة. إني جاعلك للناس إماما، مكافأة جائزة على هذا الأداء الأوفى الذي أداه، فجعله إماما لكل من يأتي من بعده، حتى أنه إماما لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أوحي إلى نبينا أن يتبع هذا الإمام، هذا لعظيم شرف إبراهيم ولعظيم مكانة إبراهيم عليه السلام، جعل إماما لكل من يأتي بعده بما في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإمام قالوا معناها القدوة والأسوة، وهي إمامة في الخير والمعروف والبر والطاعة والإحسان، وهي ثمرة طبيعية لمن أيقن وصبر كما يعني أشرنا على الكلمات الشرعية والكونية والنواهي، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما في الأثر الذي يرفع إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فإبراهيم نال الإمامة لعظيم صبره ويقينه في تحقيق الكلمات، في الوفاء بالكلمات، في تطبيق الكلمات، فكانت الإمامة إكراما له على هذا المعنى العظيم. نعم، وتحقق وعد الله له فأصبح إماما بحق، فجميع من جاء من بعده من أهل الكتاب وحتى من أهل الشرك يزعمون أنهم على ملته وتبعا لإمامته والله أكملهم. يعني اليهود مثلا والنصارى والبقايا الوثنية كانوا يقولون ولا زال اليهود والنصارى يزعمون أنه منهم، فكان التكذيب في كتاب الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم، من أولى الناس إبراهيم والذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا ولا شك من أعظم أدلة إمامة إبراهيم ومن جاء بعده وإلى قيام الساعة، يعني هذه الآيات من أعظم الدلائل على عظيم إمامته عليه السلام. ومن أدلة إمامته عليه السلام
من هذه الأمة كان ورد في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة ومن الصالحين. هذه إمامة مطلقة مستمرة وإلى قيام الساعة. نعم. ويكفي أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يذكر هذا في صباحه وفي مسائه كما في دعيته: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين عليه السلام. ومن أدلة إمامته أيضا عليه السلام الثابتة أن شرع ركن الإسلام الخامس وفق أحواله. تأمل إلى الحج وانظر إليه بعين الاعتبار، أركان واجبات سنن، تجد أنه يحدثك عن الخليل إبراهيم وعن أسرته المشرفة المكرمة كأنها يعني لوحة إعلانية تعلن عن يعني إمامة إبراهيم وعن أسباب استحقاقه للخلة ولهذا التشريف ولهذا التكريم. الحج بأكمله يحدثك من بداية أركانه إلى يعني واجباته إلى سننه عن هذا الخليل، عن هذا الإمام العظيم وعن أسرته المشرفة المكرمة. وإن شئت انظر معي بعين الاعتبار وتأمل في هذا المعنى جيدا. نداء الحج الذي مر بنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. من الذي أذن؟ الخليل إبراهيم هو الذي أذن في الحج. الكعبة من بنائه وإسماعيل، من الذي بنى الكعبة ورفعها؟ هو عليه السلام. والكعبة تعني إيش أول ما تخطر بذهنك أو أول ما تسمعها؟ تعني الطواف. إذن الخليل إبراهيم كان بنى الكعبة وأول من طاف بعد بنائه لها وإسماعيل عليهما السلام. كذلك المقام مقامه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المقام الذي ذكره سواء الخاص أو العام، سواء الخاص بركعتي الطواف أو كل المقام في كل المناسك، ويقول هذا أشمل. كذلك زمزم كانت غوثا لولده ولزوجه وإكراما لذاك اليقين العظيم عند زوجه عليها رضوان الله، كيف كانت يعني على يقين في الفرج والمخرج وحفظ الله تبارك وتعالى لها، مع أن المقيس البشرية تقول أن هذا المكان يعني لا تليق فيه حياة ولا يصح أن توضع امرأة ورضيع في مثل هذا المكان، لكن لعظيم يقينها سعد بين الصفا والمروة تبحث عن فرج وعن مخرج فكان بفضل الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا: جعل السعي بين الصفا والمروة إكراما ليقين هاجر على الله تبارك وتعالى، والذي كلل بزمزم في نهايته وهي عند المروة، فهذا يعني نسك وهذا ركن من أركان العمرة والحج إلى قيام الساعة يتعبد به، وهو أصل يعني بما يذكرك السعي بين الصفا والمروة. أول ما تخش على السعي، سبحان الله يا جماعة، هذا أمر طبيعي جدا، أول ما الواحد يطلع على جبل الصفا ليبدأ في السعي يتذكر هاجر عليه السلام، وتأتي الصورة وكأنها نصب عينه، كأنه يراها رأي العين. أمر عجيب. ليش هذا؟ إكراما للخليل، إكراما لها، إكراما لإسماعيل ولهذا اليقين العظيم. فالشاهد أن مناسك الحج كلها مرتبطة بهذه الأسرة. حتى يوم التروية في بعض تعريفات السلف له قالوا: سمي بيوم التروية لكون إبراهيم رأى فيه الرؤيا بذبح إسماعيل فتروى، جلس يفكر ثم بدأ يتحرك حتى وصل إلى جبل عرفة، فعرف أنها رؤيا حق وأن رؤيا الأنبياء حق، فقفل راجعا إلى مكة ليحقق هذه الرؤيا، فكان في طريقه مكان مع الشيطان ووصل إسماعيل وكان الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. فيوم التروية يوم عظيم جدا يشرع فيه المتمتع بالتلبية بالحج بعد أن تمتع بالعمرة، فيحرم من مسكنه أو من الحرم أو من أي مكان يعني يأتي عليه ويشرع في مناسك الحج، ويتحرك أيضا المفرد والقارن فيه من مكانه على حالته على إحرامه لينطلق إلى منى ليكمل باقي المناسك. كذلك عرف والوقوف بعرف، قيل لكون إبراهيم عرف أن رؤي حق على هذا الجبل فسمي عرف لهذا الاسم في بعض توجيهات السلف، فكذلك هو رمي الجمرات لرمي إبراهيم لها، رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى بفعل إبراهيم هذا، حينما اعترضه هذا الشيطان الملعون عن يعني تحقيق هذه الرؤيا وعن الإذعان الله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الهدي، هدي المتمتع والقارن
وقيل أيضا يذكرنا بقصة الذبيح عليه السلام، فجعل حتى لغير الحجيج إشارة تربوية تلفت أنظارهم إلى هذا الحدث العظيم ومناسبة التكريم الكبيرة للخليل عليه السلام. قال: ومن أدلة إمامته أيضا عليه السلام الختان. الختان أول من اختتن هو الخليل إبراهيم، واختتن وهو ابن كم؟ يقول فوق 80، وفي الرواية بتقول فوق 120. أمر صعب جدا يا جماعة، بالقدوم اختتن بالقدوم هو 80 أو فوق 80، أو مثلا في الرواية الأخرى 100 أو أكثر. أمر صعب جدا، لكن عند إبراهيم الأوامر الشرعية الكلمات الشرعية الخضوع الفوري والتسليم المطلق، فقالوا هذا من العلامات الجميلة جدا، ولذلك جعل الختان بالاتفاق واجبا في حق الرجال، والخلاف مشهور في حق النساء، ذهب يعني بعض الأئمة إلى وجوبه أيضا في حق النساء، فالنساء شقاق الرجال ما لم يأتي صرف، والبعض الآخر يقول أنه سنة مؤكدة، والبعض يقول أقله الاستحباب في حق النساء، أما في الرجال فلا خلاف أنه واجب، ويعني البعض رجح الوجوب أيضا في حق النساء، والبعض يقول سنة مؤكدة، والبعض يقول أقله الاستحباب. لماذا؟ أيضا لنتبع ونتأسى بإمام الملة الحنيفية السمحة عليه السلام. نعم. أيضا قالوا من أدلة يعني هذه الإمامة أنه الآن يسند ظهره للبيت المعمور في السنة السابعة، كما ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أنه يسند ظهره للبيت المعمور في السنة السابعة، وهذا مكان عظيم. يعني آدم كان في الأولى، في الثانية كان من ها عيسى ويحيى، في الثالثة كان يوسف، في الرابعة كان إدريس، في الخامسة كان موسى، في السابعة في الخامسة كان هارون، في السادسة كان من موسى عليه السلام، في السابعة كان إبراهيم الخليل. مكان عظيم جدا جدا، هذا تدل على إمامته عليه السلام. يعني معي وقفة مهمة جدا في الحقيقة لفتت نظري، قلت يعني أقف مع أخواني حولها لعل يبدو سؤال: لماذا كل هذا التشريف وهذا التكريم وهذه الإمامة للملة الحنفية السمحة بهذه يعني الصورة التي ذكرناها الآن؟ ويوجد أكثر من معاني يعني تتحدث عن هذا المعنى أيضا. قد يسأل سائل: لماذا يعني كل هذا؟ أو كيف أعد إبراهيم لينال هذه الإمامة؟ وكيف أعد إبراهيم وما هي صفاته التي أهلته لنيل الإمامة في الدين؟ برضو سؤال مهم يا جماعة جدا، عشان نتعلم ونتربى نصل إلى هذا المعنى التربوي العظيم. أسأل في هذا السؤال: يا ترى كيف وصل الخليل إلى هذه الإمامة وإلى هذا الاصطفاء والاجتباء وإلى هذه المرحلة العظيمة التي شرف فيها وكرمنا بهذه الصورة التي مرت بنا؟ يعني في الحقيقة لو تأملنا ونظرنا طويلا يعني في هذا المعنى لوجدنا فعلا أننا يعني سنتربى ونتعلم على صفات ومؤهلات ربي عليها الخليل إبراهيم حتى وصل إلى هذا المستوى العظيم. نذكرها لأننا نحتاج يا إخواني إلى الإمامة. وحد الله أنت بتدور على الإمامة لنفسك بالمعنى المفتوى، لا مش هذا المقصد. نحتاج أن نكون أئمة، وقلنا الإمام هو القدوة والأسوة في الخير والمعروف والبر والإحسان. نحتاج أن نكون أئمة للناس، نتشرف بحمل يعني أهم هذا الدين وأهم الدعوة الله عز وجل، ونكون أئمة. نحتاجك أن تكون إماما في بيتك يتأسى بك ويقتدى بك. نحتاجك أن تكون إماما في وسط أرحامك. نحتاجك أن تكون إماما مع جيرانك. نحتاجك أن تكون إماما في المواصلات، يا مرحلة فترة زمنية يكون فيها قدوة وأسوة للناس. نحتاجك أن تكون إماما في سوقك، في معاملاتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك. نحتاجك أن تكون إماما حتى في مشاكلك ومشاحناتك، كيف تتعامل معها؟ كل إمام، كل أسوة، كل قدوة، كيف تزعم وتخضع لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يا إخواني كلمة إمام كما قلنا الأسوة والقدوة نحتاجها. كونوا حريصين على أن تكونوا إلا في الخير، وإن لم تكونوا إلا في الخير فلا شك أنكم إلا ولكن في الشر والعياذ بالله. فالأئمة في الشر كثيرين، كما قال عز وجل: من يذكرنا بالآية؟ ها؟
وجعلهم أئمة يهدون إلى النار والعياذ بالله، إلى الشر والفساد والضياع والدمار. ويعني الأحاديث يعني باب كثيرة لعله يأتينا فرصة نفصل فيها. فإن لم تكن إماما في الخير هل ترضى عن نفسك أن تكون يعني مستبعد؟ إن لم تكن حتى في الشر ما ينفع الوسطية في هذا الباب. كن حريص على أن تكون إماما في الخير وتعلم السبيل والطريق إلى هذا. من خلال استقراء لقصتي عليه السلام في القرآن، ومن خلال استقراء لسيرتي يعني في السنة النبوية الصحيحة وفي أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين، يعني جمعت لكم أسباب من هذه الإمامة والحصول على هذه المرتبة. فندعو الله يعني أن تكون نافعة مفيدة لي ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، لا شك أن الله تبارك وتعالى اختار الخليل لمهمة شاقة وعصيبة في فترة مظلمة بل حالكة الظلمة، يعني فترة كانت من أشد فترات الصراع بين الحق والباطل. اشتد فيها الصراع، وصل الباطل مداه من الكفر والشرك والظلم والبغي والجور والفساد والإفساد. وصل الباطل مرحلة حتى أن الدنيا ظلمت عن بكرة أبيها، فولد الخليل. وربي الخليل على معنى عظيم، هو من أول المعاني التي أهل بها لنيل الإمامة. أحد يقول الله إيش هذا الكلام؟ إبراهيم أعد بمؤهل عظيم رائع جميل لا أحوج إليه في هذه الغربة التي نحن فيها الآن. أعد بماذا؟ أعد بأن منح الرشد من الله تبارك وتعالى، بأن أكرمه تبارك وتعالى بالرشد. انظر، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. العلماء يقولون إيش الرشد هذا؟ قال الرشد هو العلم المقرون بالحكمة. عشان تعرف قيمة المعنى ده ازاي، يؤهل اعطي العلم الشرعي قبل التكليف اللي هو الرشد المقرون بالحكمة. ايش معنى الكلام؟ قد تكون عندك المتون محفوظة والاصول والفروع ايضا، لكن تفتقد الحكمة، فهذا لا شك قد يفسد اكثر من يصلح. لكن علم مقرون بحكمة يعني اسمع، ترتيب الاوراق ترتيب جيد، ترتيب الاولويات ترتيب عالي جدا، معاملة لكل قوم بما يناسبهم في المعاملة. ليش؟ لعلم حكمة. تتحرك الحركة الصحيحة بالبيئة الصحيح، يعني خطوة ثابتة تؤثر في كل من يتعامل معك. تسمع هذا المعنى كثيرا وانظر إليه لما كلف، كيف بدأ بأبيه والأقربون أولى بالمعروف، كيف بدأ بقومه، كيف بدأ عليه السلام يتحرك في وسط قومه، ثم كيف تحرك إلى عباد الكواكب، ثم كيف ذهب إلى النمرود، وكيف عمل كل فئة من هذه بما يناسبها ويوافقها، وكيف نجح في إقامة حجة الله عز وجل. قد تقول لم يسلم أحد من القليل هنا أو هنا أو هنا، نقول لا، النتائج ليست عليك ولا عليه ولا على أحد أبدا، النتائج على من؟ على الله عز وجل. لكن أدى إبراهيم الذي وفى. عاوزين ثاني بعد كده شهادة من الله عز وجل أنا وفى في دعوتي إلى الله تبارك وتعالى، أداء لا يوصف ولا يقارب. أقول ونحن نمر بهذا العامل وبهذا المؤهل العظيم، والله أخواني نحن في غربة الآن، والفتن من حوالينا كثيرة جدا، ونتعامل مع باطل شرس وعنيد ومنكر ومخادع ومكار، تخيل، وعنده لحم في القول من البين إلى سحرة، وله أطروحات وله مناهج وله أفكار، ينفق أموال وجهود وطاقات، ومؤثر وصل إلى أعماق بيوتنا في غرف نومنا، يتحدث مع أهلنا رغما عن أنفنا الآن. انظر بمحصول الكلام بشعرات براقة وتفتر لنا. والله إن لم يكن عندنا علم مقرون بحكمة في التعامل مع هذه المعاني، دعنا ويعني غيبنا وشغلنا بقضايا فرعية وجانبية، ويعني نجح في إغراقنا في بحور الشهوات والأهواء. نجح ولا ما نجح يا جماعة؟ والله يكاد يكون نجح إلا من رحم ربي. فاحرصوا على تعميق هذا المعنى. قد تقول أن لي بالرشد الذي هو العلم مع الحكمة، قد أمان العلم وأطلب العلم وأخذ بأسبابه، لكن أين لي بالحكمة؟ أقول يا إخواني، من يتحرى الخير يغطاه. شوف، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله، والموفق من وفقه الله. اطلب الرشد من الله، اطلب هنا من الله، وخذ بالاسباب التي في يديك، من اجتهاد في الطلب ويعني التنقل والترحال في طلب العلم وملازمة العلماء من العاملين والاتقياء من الورعين، وكف لسانك عنهم وابدا في طلب العلم. والله بفضل عز وجل يعني ارى انك ستعطى وتوفق ان كنت خالصا
ومخلصا له تبارك وتعالى في رفع شأن هذا الدين ورفعته بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، كما قلنا يعني الآن لو نزلنا إلى مستوى أقل لبيان الحاجة للرشد العلم المقوم بالحكمة، ولا إخواني حتى في بيوتاتنا الآن، في بيوت المسلمين الآن أخوة عندهم علم لكن فشلوا في إدارة البيوت، ما عندهم فن سياسة البيوت، ما عندهم فن سياسة التعامل مع الجيران، تجد العراك والخلاف والشجار والشكاوى المتكررة، تجد مثلا عندهم عجز عن التعامل مع رحمهم، عن التعامل مع زملائهم في الأعمال، تجد منهم من هو صورة منفرة. ليش؟ عنده علم لكن ما عنده حكمة، لأن الحكمة مع العلم تعطي الرشد، وبالتالي يحسن الإنسان في التعامل مع الأقارب ومع الأباعد مع المسلمين ومع غير المسلمين، بل وينجح، بل وبفضل الله يترك أثرا عظيما لا نظير له. ولذلك نقول يا إخواني تأملوا والله في بيوتات حتى الذين مع الأسف الشديد لا أريد أن أسمي، إلى الذين يعني يزعمون أنهم طلاب العلم أو من العلماء أو من صدروا في يعني بعض الفترات، كيف أن بيوتهم صورة سيئة ومنفرة مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأن العلم وحده لا ينفع، لابد أن يكون له الحكمة لنوفق ونسدد ونتعامل بالوجهة الصحيحة. ومن أسباب هذا التكريم ونيل الإمامة في الدين لهذه الملة الحنيفية السمحة أن إبراهيم كان حنيفا عليه السلام. الله، حنيفا، أتدري ما الحنيف؟ العلماء يقولون أن الحنيف هو المائل عن الباطل وعن أسبابه ومقدماته وإغراءاته وكل ما يتعلق به، مائل يعني باعد جدا، وفي ذات الوقت مائل إلى الحق، إلى أسبابه، إلى مقدماته، إلى أهله، إلى دعوته، إلى كلماته، إلى توجيهاته، إلى نصائحه. سبحان الله، هل أنت حنيفا؟ يعني إيش؟ كلمة قد تكون خطيرة. أريدك حنيفا بمعنى أن تكون مائلا عن الباطل في خاصة نفسك، في أسرتك، في سوقك، في مناسباتك، في معاملاتك، في مشاكلك وخصوماتك، تكون مائل عن الباطل وعن كل ما يتعلق بالباطل، وهو ضد الحق على الوجه المستقيم بلا أدنى نقاش. هل أنت مائل فعلا عن الباطل، ولا أنت قريب من أهل الباطل، قريب من عادات الباطل، قريب من عرف الباطل، قريب من شهوة الباطل، قريب من تدليسات الباطل؟ أنت يعني أسير لأهل الباطل في مجلسك، في ذهابك، في إيابك، في مناسباتك، في معاملاتك، في كل أحوالك. يا أخي خف على نفسك من خطر. الحنيف لا يميل للباطل، يقطع الصلة بالباطل تماما، إلا إذا وجه من خلال الشرع بإقامة حجة أو ما شابه ذلك بالضوابط الشرعية ومع خوف وحيطة وحذر شديدين. لماذا؟ لأنك إذا ملت الباطل أنت ضعيف، أنت محارب، أنت مستهدف. الباطل قد يرسل فيك، الباطل خطير جدا كما قلنا، الإغراءات فوق المستوى بكل معنى الكلمة، يعني قد تسقط حتى الشيوخ الكبار مع الأسف الشديد. لذلك كن مائلا عن الباطل، ما تثقش فيه، ما تقربش منه، ما تمشيش، ما تقعدش معاه، ما تدهنوش، ما يعني تسكتش على بطله أبدا، وكن دائما مائل لأهل الحق، ابحث عن أهل الحق. الحمد لله يعني على الحق ظاهرين وفي كل مكان يعني يوجدون، والحمد لله رب العالمين. مل إليهم حتى وإن يعني قيل لك فيهم ما قيل، مل الأهل الحق فهم القوم الذين لا يسخر من جليسهم، واحذر من أهل الباطل فهم القوم الذين يعذب معهم جليسهم بل يقام عليه الحد، كما في قصة سيدنا عمر لما أمسك بأناس يشربون الخمر فأمر بإقامة الحد عليهم، فجاءوا لواحد منهم، أنا كنت صائم يا جماعة، الله الله صائم، ومن كنت الأهل الباطل لي ما لعبت معهم لي، هل إني إلا جلستك مع هؤلاء إزاي؟ قال به الدعو أول واحد هو يجلت. شوف تربية، من كان هذا في مقام التعذير له، هو لم يشرب، قد تقول كيف لم يشرب ويجلد حد الخمر؟ لأن الأمير أمير المؤمنين له سنة متبعة وأمير مطاع، وأراد أن يعلم الناس لا تجلسه الهواء. فالإنسان يكون ضعيف ومدني بطبعه وقد يتشرب، لذلك احرص أن تكون حنيفا، والحنيف كما قلنا هو المائل عن الباطل والمائل للحق، يعني مال عن هنا ومال هنا ناحية الحق بكليته. فهذا من أعظم المعاني التي تعطي الحيطة والحذر وتنفع يعني صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم،
أيضا من هذه المعاني الجميلة التي يتكلم عنها العلماء وهي من الأسباب طبعا القوية جدا بل من أعظم الأسباب أنه كان مسلما عليه السلام أو كان مسلما. فالخليل إبراهيم كان مسلما كما قلنا وقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فورا على طول الفور. فقال أهل العلم ما من الإيمان لكونه حقق الإسلام في أجمل صوره وأسمى معني صورة عظيمة جدا للإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. الخليل إبراهيم طبق هذا المعنى بكل هدفه ولذلك لما قيله أسلم لأنه عنده في, 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 في الأول قلنا إيش عنده علم مقرون بحكمة رشد وكان حنيفا فلما أمر بالإسلام أسلم الإسلام الحقيقي فكمل إسلامه لعظيم رشده ولعظيم حنيفيته السمحة التي هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويعني أسلم الوجه لله تبارك وتعالى واختار ما اختاره تبارك وتعالى لنفسه أن يعبد به ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله إيش الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فإبراهيم لما أمر أسلم فورا قالوا هذا سبب عظيم لنيل الإمامة في الدين ولنيل الخلة عليه السلام فكان يعني مبادرا وسريعا في إذعانه الله تبارك وتعالى. نعم لو نظرنا إلى بعض الأمثلة في كيفية تحقيق الإسلام في أرض الواقع على مجرد مثلا إسلام صورة كما يقول شيخنا الشيخ عبد الكريم يعني حفظه الله لا ليس إسلام صورة لكن إسلام حقيقي يعني انظر إلى الكلمات الشرعية والكلمات الكونية وكيف تعامل معها في تحقيق الإسلام. مثلا لو نتذكر أمر عليه السلام بوضع الرضيع في ذاك المكان استسلم وخضع وانقاد أمر بالعودة عاد أمر بذبحه توجه وأوشك على التطبيق لولا يعني كان الفداء. المعنى معنى واضح وجميل ورائع لو وقفنا عند هذا المعنى يعني نتأمل في حال أنفسنا أقول يعني هل أنت مسلم أو أنت بتشك في إسلامي؟ لا والله يا جماعة ما أقصد ذلك أنا أقصد هل أنت مسلم كما كان الخليل مسلما مستسلما خاضعا من قادة لإسلامه الذي يعني جاء من عند الله عز وجل سواء الكلمات الشرعية والكونية سبحان الله العظيم هل أنت مسلم؟ الحقيقة أنك مسلم والبطابة أن أنت مسلم ماشي لكن هل أنت مسلم في أرض الواقع مع نفسك هل حققت الإسلام ألزمتها به وقفت معها وقفة جادة فعلا قلت لها أينقص الدين وأنا حي مش ممكن أبدا مش ممكن ينقص الدين وأنا حي هذا هو الإسلام. هل أنت مسلم في قيادة بيتك بهذا الدين بهذا المنهج الكريم أم بيتك تفلت من بين يديك وأسلم القيادة لعاداته وأعرافه وشهواته وهوائه؟ قف مع هذا المعنى طويلا وتفكر هل أنت فعلا حققت الإسلام بحذافيره؟ يا إخواني كثير من المسلمين مع الأسف الشديد بين أيديهم هذا الدين هذا المنهج الكامل المتكامل الغني بنفسه المستغني عن غيره الصالح لكل زمان ومكان مقام السنة تخيلوا ومع ذلك يبحثون عن فرج ومخرج وعن نجاة لأزماتهم المتلاحقة المتعددة تارة يشرقون وأخرى يغربون تارة اشتراكية وأخرى رأسمالية ثالثة ديمقراطية وفي كل مرة دائمين للفشل والخيبة والخسران وضياع الأوقات والجهود والطاقات ويرجعون إلى النقطة من جديد إلى نقطة البداية من جديد تأخروا كثيرا. فيا جماعة عيب لما نقول جربوا الإسلام عيب جربت وشرأت وغربت وكل المناهج والأفكار والطروحات وكل مطلعين لنا بمنهج جديد وأفكار جديدة وطروحات جديدة كدعاة العلمانية وغيرهم ومع الأسف الشديد الناس قد يمتنع عليهم مثل هذه الأمور. عيبا نقول جربوا الإسلام نقول لكن يا جماعة حققوا الإسلام ترجموا الإسلام يعني كلمة الإمام محمد عبده المشهورة لما ذهب إلى أوروبا ورجع إيش الأخبار قال وجدت إسلام بلا مسلمين. طب نقول يعني معاني الإسلام في الانضباط والأداء الأمثل والحرص على العهود والمواثيق وإلى معاني البسيطة جدا التي قد تكون فرع من ديننا الحنيف وأعطيت اهتماما عظيما
ومع الأسف الشديد هنا يعني الصورة معكوسة جدا. الإسلام موجود لكن منحى مؤخر معطل. وإيش المقدم؟ يعني كما قلنا تارة شرقوا وأخرى غربوا، أو شهوات أو أهواء أو عادات أو أعراف أو زبالات أفكار البشر، ونقولون نحن نريد الارتقاء والتقدم والرقي وإلى آخره. لا طريق له إلا الإسلام، هذا منهج الله عز وجل. من أين لك أن تتقدم وأن ترتقي وأن تتغلب على مشاكلك وعلى ظروفك وعلى أحوالك إن لم يكن بالإسلام؟ فلا نقول الإسلام هنا مع إبراهيم لما أسلم في كل مرة ما خاب وما خسر، ولكن نجح وأدى الأداء الأوفى ونال التشريف والتكريم وكان الفرج والمخرج. يعني ارجع معي لما أمر بوضع الغلاء الرضيع في ذاك المكان، إيش حقق الإسلام؟ استسلم وخضع وانقاد، وضع الرضيع وقفل رجعا. سبحان الله، آه الله أمرك؟ يقول نعم. قالت إذن يضيعنا. هل ضاع إسماعيل؟ ولا كانت حياة جديدة وبعث لأمة وإقامة لشريعة وديانة وعبودية وبناء لبيته الحرام ومعاني إيمانية رقية تتابعت نتيجة هذا السمع وتلك الطاعة من الخليل إبراهيم في تلك الفترة الزمنية المحدودة، لا انقطاع لها إلى قيام الساعة. خيرات خيرات. لما ذهب بعد أن رأى الرؤيا وحاول الشيطان وأصر على التطبيق والتنفيذ ووصل إلى إسماعيل، يا بني أن يرى في المنام أن يذبحك، ما كانش مجرد كلام يا جماعة، لا كان فعل النوايا صادقة وخالصة. فلما أسلم، عارف يعني إيش أسلم؟ الوجه لله وخلصت النوايا لله، وتله للجبين وبالسكين وبيده هو أتى الفرج والنجاة والمخرج والتشريف والتكريم من الله عز وجل. هذا هو الإسلام. يعني معنى كلامي لو أن الأمة أسلمت الوجه لله واستسلمت وخضعت وانقادت للكلمات الشرعية الموجودة في شرع الله وتعاملت مع الكلمات الكونية بما أمر الله تبارك وتعالى ومن النبي عليه الصلاة والسلام، والله لخرجت من كل أزماتها وارتقت على كل الصعاب وتخطت كل العقبات ووصلت لخيريتها التي خلقت من أجلها. نعم، وما أحوجك إلى تحقيق الإسلام والخضوع والانقياد في خاصة نفسك وفي بيتك في كل يعني أصول هذا الدين من عقائد من شرائع عبادات معاملات أخلاقيات سلوكيات أحكام حدود، أنت مطالب بالاستسلام لهذا كله، وإلا فلا قيمة لك ولا مكانة لك بين الأمم، وفي الأخير ستكون من يعني المسؤولين من المعذبين، وسيأتي تبارك وتعالى بآخرين يقومون بهذا المعنى ويحققون الإسلام فينالون به الشرف والمكانة عند الله عز وجل. فاحرص أن تكون من هؤلاء. ومن أسباب نيله الإمامة والخلة والتشريف والتكريم عليه السلام أنه كان صابرا شاكرا. سبحان الله، كان مثالا يحتذى في الصبر والشكر، وهما كما يعني قلنا ونكرر شطر الإيمان. الإيمان نصين، صبر وشكر، ماشي. زي ما نتكلم من القيم في كتابه القيم المعروف تكلم فيه عن الصبر والشكر، عدة الشاكرين، ذخيرة الصابرين وعدة الشاكرين. الشاهد أن الصبر والشكر حقق هنا الخليل بصورة لا نظير لها. انظر، صبر على طاعة الله، بمعنى كل الأوامر الشرعية نفذها بحذافيرها وصبر عليها وعض عليها بالنواجس. سبحان الله، وكذلك صبر عن معصية الله مع وجوده في فترة زمنية عم فيها الفساد. انت النهارده تقول يا جماعة الفتن من حوالينا والإغراءات شديدة والباطل يسر وسهل طرق الضلال والانحراف. يا رجل بص في الفترة دي وانظر إليها بعين الاعتبار من خلال القرآن والسنة، كانت فترة مظلمة. ليه يعني مظلمة؟ شرك وكفر وعبادة أوثان وأصنام وفساد وإباحية وانحلال بكل معاني الكلمة. لم يكن يوحد المولى تبارك وتعالى إلا الخليل إبراهيم. يبقى إذا الإغراءات شديدة جدا والشر مش ميسر وبس، أمر اعتيادي أمر طبيعي، الكل في الشر أصلا. يعني يبص يمين شر، يبص شمال شر، قدامه شر ومن وراء شر، فساد عريض بكل معنى الكلمة في البيوتات والطرقات والنوادي والأسواق والمناسبات وفي كل الأحوال. ومع ذلك إيش؟ صبر عن معصية الله، أغروه بشدة وبقوة ولكن لم يؤثر فيه. ليش؟ عنده صبر عن المعصية. كذلك صبر على قضاء الله وقدره، اللي هو ايه الكلمات ايش الكونية، صبر عليه صبرا عظيما. تلقى ابتلاءات شديدة جدا 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 ومع ذلك لم تؤثر فيه،
لم يجزع ولم يتململ ولم يخاف ولم يرتبك ولم يعني يسأل غير الله عز وجل ولم يتضرع لغير الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه كان صابرا على قضاء الله وقدره وعلم أن هذا من الله عز وجل ابتلاء وامتحان واختبار، فلابد من أن يوفي، فوفى عليه السلام فكان له الفرج والمخرج. هنا أقول أما لك أما أنا لك أن تصبر ورجل اصبر. أنت النهاردة يعني لا أقول النوافل، لا أقول الفرائض واجبات الحقوق، هل أنت تؤديها كما أريد لها؟ أم عندك تفلت وعندك تقديم وتأخير وعندك تقاعس وعندك تسويف وعندك يعني أداء مبتور غير منضبط؟ يا أخي هذا لا يجوز. إن الصبر على الطاعة بالنسبة للمعاصي، هل عندك صبر عن المعاصي ولا أنت ضعيف وأنت مائل؟ ولكن الميل اللي على غير الحنيفية، الميل للباطل، تقعد معاهم وتتكلم معاهم وتنظر إليهم وتداعبهم وتكلمهم وتجاملهم، لا يا أخي هذا ما يليق بك أبدا. وين الصبر عن المعصية؟ وين الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره؟ تريد بمرض، بجائحة في مالك، بيعني أي أمر من الأمور، بانحراف ولد أو انحراف زوج أو كذا، كيف تتعامل مع هذه الأشياء؟ ثلاث قضاء الله وقدره، كيف تتعامل؟ تجزع، تتسخط، تشتكي، ماذا تقول؟ هل أنت عندك فقه للتعامل مع الأمور؟ ولا نحتاج إلى وقفة مع أنفسنا في هذا المجال. أما عن شكره عليه السلام كما قال عبد الله كان شاكرا لأنعمه، حقق الشكر بكل معانيه عليه السلام في أرض الواقع يعني صورة رائعة، تعامل مع الكلمات الشرعية والكونية باعتبارها نعم من الله عز وجل، فكان يشكرها لله تبارك وتعالى. تخيل، وكان يعني عظيم الأفق، واسع الأفق في شكر نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أنه كان وحيدا في مواجهة أمم عاتية متكبرة متجبرة أرادت جميعا أن تكيد له وأرادوا به كيدا فجعلهم الأخسرين أو الأسفلين. تخيل، ومع ذلك كان يعتبر أن هذا من النعم سواء الأوامر الشرعية أو الكونية، فكان يتعامل معها بحسن أدب وكان يشكر المولى تبارك وتعالى، فنجح في أن يرتقي في أن يحقق الشكر العملي في أرض الواقع. فكان كما في معنى الشكر فكرين قلنا له ثلاث معاني: أولا الثناء على منعم بمولاه من معروف، كان رطب يعني اللسان بذكر الله. سيدنا إبراهيم في حديث صلى الله عليه وسلم عنه كان لا يترك ذكر عز وجل، كان حتى في قعر النار يذكر المولى عز وجل. تخيل، كان لا يترك ذكر الله أبدا. تخيل، هذا الثناء على المنعم بمولاه من معروف، كان يعتبر أن وجوده في النار هذا من المعروف من النعم، وإن كانت كلمات كونية شديدة قاسية الواقع، لكن تعامل معها بهذا المعنى العظيم عليه السلام. تخيل إليه في المعنى الثاني للشكر إيش؟ الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع. لا، كان يخضع لله تبارك وتعالى في كل الأوامر الشرعية والتي مرت بنا، كيف كان يخضع؟ تحقيق الشكر العملي. المعنى الثالث استفراغ الطاقة في طاعة المنعم، هذا معنى من معاني الشكر. هل إبراهيم ادخر جهدا أو طاقة أو وسعا؟ مش ممكن أبدا، لا كلل ولا ملل ولا تقاعس ولا تسويف ولا، بل حركة دائبة وحيوية وهم ونشاط وجد واجتهاد حتى آخر الأنفاس. هكذا تكون معاني الشكر الحقيقية. فأنت وأنت تطالع هذه المعاني، والله يا إخواني لو لم يكن عندنا نعمة ونعمة الإسلام لكفت ولا سوجبت الشكر، أعظم النعم. شكروا الله جعلكم من المسلمين، لم تكن من عباد الشجر ولا الحجر ولا البشر ولا هذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا. انظر الكلمات الشرعية في مقدورك وفي وسعك، هذا يستوجب الشكر. تخيل أيضا أنت حتى في الكلمات الكونية الحمد لله لم تبتلى كما ابتلي إبراهيم بتلك الامتلاءات الشديد، جد بسيطة جدا، ومع ذلك أنت تجزع وتتسخط. قضية خطيرة جدا جدا. انظر إلى معنى وإشارة تربوية لطيفة، انظر إلى كم من نعم الأخرى من تسخير ما في الكون، من إسباغ النعم الظاهرة والباطنة في نفسك أنت، نعم لا تعد ولا تحصى، كلها تدفعك أن تتأسى بالخليل وتشكر، تشكر ربك تبارك وتعالى على يعني نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن تلك الأسباب التي نال بها الخلة والإمامة في الدين ونال بها التشريف والتكريم، لو كان حليما أواها مريبا، لو كان حليما أواها مريبا. إيش الحليم هذا؟ قالوا الحلم هذا سيد الأخلاق، ويعبر به عن سعة الصدر وعن قوة الاحتمال. يعني وسع صدرك، خلي احتمالك عظيم، احتمل
من الأقارب ومن الأباعد، لازم يكون عندك فهم لهذه القضية. أنت مطالب يعني إن أردت أن تكون من الأئمة الذين يتأسى بهم ويقتدى بهم أن تكون حليما، سيد الأخلاق، الحلم وسعة الصدر ويعني كثرة الاحتمال. أين أنت من هذا المعنى؟ نحتاج يا أخواني والله إلى الحلم في كل أحوالنا، نحتاج إلى الحلم فنحلم حتى على من جهل علينا. وهذا دعوة صامتة للآخرين. أنت حينما تكون على حلم، انظر فقط في بيتك، رجل زمولة تيل، والحلم هو التيل ماشي رزين، عنده أناة، عنده قوة تحمل عجيبة جدا، لا يندفع، لا يتسرع، لا يستفز بسهولة. أنت الآن في مرحلة صعبة وحرية جدا، تحتاج إلى الحلم، تحتاج أن تكون حليم حتى في بيتك، لتؤثر في الأقارب وفي الأباعد أيضا. تحتاج أن تكون حليم في الطريق وفي السوق وفي المناسبات. تخيل أنت لما تش حليم في البيت تعمل لك كل يوم 50 عركة، ومع الجيران كذلك، ومع الأرحام كذلك، وفي المواصلات حدث ولا حرج، وفي السوق أديكم شايفين اللي بيحصل في الأسواق، عشان مفيش حلم. عركة هنا وبعد خطوتين عركة كمان، والثالثة بعد ثلاث خطوات، وممكن ما تقدرش تعدي، تقول هدي ولا ايه؟ ولا ايه رأيك؟ ولا ده تجني على الناس؟ مفيش حلم، حش مساحة من حد، مفيش صبر ولا سعة صدر ولا قوة احتمال. ولذلك تفرقنا وتشرذمنا وتقطعنا وكانت الصورة بهذه الهيئة. والله نحتاج إلى الحلم في تربية أنفسنا وفي تربية من نعول وفي تربية غيرنا، لأن الحلم وسيلة من وسائل الوصول إلى الإمامة، أي نكون أسوة وقدوة لغيرنا. فاحرصوا على هذا المعنى المهم الذي نحتاجه في طريقنا الله عز وجل. أما الأواه المنيب فقال هو الرجاع، الأواه معناه الرجاع الذي يرجع إلى الله تبارك وتعالى بين الحين والحين وفي كل حال وعلى يعني كل مستوياته، دائما يرجع الله تبارك وتعالى. قل يرجع لمنهجه، يرجع لأمره ولنهيه، يرجع لتوجيهاته، يرجع إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. هذا معنى، ومعنى آخر لكونك يعني أنت بشر غير معصوم، حتى لو حصلت هنة زلة سقطة مخالفة أنت أواه، يعني إيش؟ دائما الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والمنيب يعني خاضع من قاد الله تبارك وتعالى، تائب نادم على ما كان منك بين يديه عز وجل. وهذا والله إخواني لو كان موجود لكان علامة يعني على طريق الدعوة العز وجل المضيئة والمؤثرة في كل من يحيط بنا. يصحب هذا معاني الرفق واللين والشفقة والرحمة، وهي كانت من صفات الخليل عليه السلام. هذا باختصار من أعظم الأسباب التي نال بها الخليل الخلة والإمامة في الدين، قالوا اليقين أو قوة اليقين وعظمة التوكل على الله تبارك وتعالى. أن إبراهيم عليه السلام وصل لهذه المكانة لكونه كان على يقين عظيم جدا، يقين عظيم جدا في ربه تبارك وتعالى، في عظيم قدرته، في إنجاز ما به وعد أو في تحقيق ما به توعد، أو على يعني المعنى الأشمل يقين في ربه تبارك وتعالى وفي منهجه وفيما به أمر وفيما نهى عنه وبدر. كان هذا اليقين عند الخليل عليه السلام يعطيه دفعة قوية إلى تحقيق التوكل. اليقين يا أخواني يسلم إلى التوكل، يؤدي إلى التوكل الحقيقي. حينما توقن أنت في عظيم قدرة الله وفي علم الله وفي سعة رحمة الله وفي فضله وجوده تبارك وتعالى في رقابته وحياطته، لا شك هذا يدفعك إلى أن تتوكل عليه لكونك تثق في حسن تقديره وتدبيره وفي اختياره لك. ولذلك حقق هذا المعنى في أرض الواقع لما أمسكوا بعد المناظرة التي جراها عند الأصنام لما كسرت واخذوا قرار التحريق واجتمعوا على هذا الأمر وقيدوه بالسلاسل وأمروا الناس أن يجمعوا الحقب لمدة شهرين يعني سياسة الضرب المربوط ليخاف السائد، يعني يقيد ويوضع في 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 نديهم، والناس يمرون عليهم مقيد مسلسل حتى لا يفكر أحد أن يعمل بعمله. سياسة العدو والباطل موجودة إلى الآن. الشاهد فهو مقيد في سلاسله، كان على يقين عظيم أن الله سيجعل له فرج ومخرج، لكن لا يدري من أين ولا كيف. لكن عظيم اليقين دفعه إلى تحقيق التوكل في اللحظات الحرجة على الله عز وجل بهذه الصورة. يأتي جبريل بعد أن وضع في المقلاع ورفعوا المقلاع ليقذفوه في النار، ألك حاجة؟ قال لا، حسبي الله ونعم الوكيل، فقط لقيت، توكل على الله. يا فينك أنت؟ يعني فينك أنت؟ فين يقينك على الله؟
فين يقينك في منهج الله؟ فين يقينك في كتاب الله؟ فين يقينك في سنة رسول الله؟ فين يقينك في وعد الله؟ في وعيد الله؟ فين يقينك في الجنة في النار؟ هل عندك يقين؟ عندي يقين. إذا لماذا لا تتحرك؟ إذا لماذا لا تفهم؟ إذا لماذا لا تأخذ بالأسباب؟ إذا لماذا لا تجتهد؟ إذا لماذا لا تجد؟ إذا نحتاج إلى مراجعة اليقين. طيب عندي يقين وأنا أتحرك وعلى جد واجتهاد وتحصيل، أقول هل أنت متوكل على الله عز وجل أم متوكل على الأسباب؟ لا حرج أن نأخذ بالأسباب، لكن التوكل الحقيقي يكون على من؟ على مسبب الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. يا أخي توكل على الله، وهذا لن يكون إلا من خلال اليقين في الله تبارك وتعالى على نحو ما فصلنا. يعني من أجمل الأسباب التي وصل إليها الخليل إبراهيم والتي دفعته لهذه المكانة العظيمة أنه كان صديقا. أذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، حقق الصدق في أجمل صوره ومعانيه، صدق في قوله، صدق في فعله، صدق في ظاهره، صدق في باطنه، صدق مع ربه تبارك وتعالى في الكلمات الشرعية والكونية، وتعامل بحسن أدب، وكان مثالا محتذى للصدق. هل أنت صادق؟ سؤال، هل عندك صدق؟ هل أنت فعلا صادق مع نفسك، صادق مع ربك، صادق مع كتاب ربك، صادق مع نبيك، صادق مع أهلك، مع ذويك، في الدعوة الله عز وجل، في المعاملات، في البيع، في الشراء، في كل أحوالك؟ أم أنت المتلون الذي يكذب ويتزين ويتجمل لينال مدح وثناء أو دنيا أو مال أو منصب أو تزويج أو ما شابه ذلك؟ خطر كبير جدا. والصديق قال هو من صدق ثم صدق ثم صدق ولا زال يصدق ويتحرى الصدق، فهذا من أهل الجنة، إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. آخر هذه الأسباب حتى لا أطيل عليكم باختصار شديد، وفي الحقيقة ادخرناها لآخر الكلام لأنها من جميل المعاني التي نال بها الرشد العلم المقرون بالحكمة، ونال بها الحنيفية، ونال بها الإسلام، ونال بها كل المعاني الأخرى من الله عز وجل، ألا وهو الدعاء. الدعاء إبراهيم عليه السلام يا إخواني مدرسة في تعليم البشرية أهمية هذا السلاح وكيفية استصحابه وتطبيقه في كل الأحوال. فالناظر لحال إبراهيم عليه السلام سيجد أنه كان يستعمل هذا السلاح في كل أحواله، لكن الأدلة السامية تقول أنه أول ما سل هذا السلاح بعد إقامة المناظرة على قوم عباد الأصنام قبل قرار التحريق، لما وجد منهم الإصرار على عبادتها وعلى التقرب إليها، صاح بسلاحه عليه السلام فقال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال العلماء: إبراهيم أراد أن يؤمن طريقه ويؤمن نفسه، لأنه استشعر صعوبة المرحلة وشدة الصراع بعد هذا التحدي الواضح والجلي. وفعلا قد كان، إيش الذي جرى بعد هذا الرد يعني إبراهيم في هذه المناظرة الواضحة والجلية؟ اتخذ هذا القرار: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، أي عساني إذا ما دعوت الله عز وجل ألا أشقى أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان قرار التحريق وضعوه في النار وطلع بعد الأربعين، وكانت معجزة حسية رائعة جميلة، ومع ذلك أصروا وصمموا على ما هم فيه. فكان منه أيضا أن سل هذا الدعاء مرة أخرى هذا السيف وتحرك به في قوله تعالى: فآمن له لوط، أي بعد الخروج من النار مباشرة، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. إيش؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، والحقني بالصالحين، وتحرك. وكان يعني القرار العظيم منه أن هاجر إلى بلاد الشام ومنها إلى مصر، وتعرض لموقف حرج كما مر بنا، أن الطاغية سمع عن سارة وعن جمالها وعن حسنها فطلبها لنفسه، وحبس الخليل إبراهيم وأدخلوها عليه. وإبراهيم كان يحب سارة حب عظيم جدا، وكان يغير عليها غيرة الرجل المؤمن المطلوبة،
ماشي. فلما علم بذلك وادخلوها على الطاغية قالوا أنه عليه السلام سل سيف الدعاء. بعض الروايات تقول في بعض كتب القصص قصص الأنبياء تقول ظل يدعو في محبسه ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى فكشف له الحجاب فأطلعه على الهواء مباشرة على صورة الطاغية وصار بين يديه لم يلمس بيده حتى لبن الصورة على الهواء مباشرة. هتقول ازاي طب ما هو دلوقتي على الهواء مباشرة إذا ما على كل شيء قديم ما تتوقع تقول ازاي ما هذا بيحصل في امريكا بيجي لك في نفس اللحظه الموقف ينقل لك على الهواء ان الله على كل شيء قدير. قالوا فكشف الحجاب فكان ينظر اليها ويدعو ويتضرع فاطمأن قلبه ان الطاغيه لم يمسها بسوء. سبحان الله مش كده بس قال اخرجوا عني ادخلتم علي شيطانا مش انسانا. واخدمها هاجر شوف سبحان الله العظيم اخدمها ادها جاريه تخدمها ولم يلمسها بيده تجبس وقيد وعجز عن الوصول اليها عليه السلام. فكانت هاجر ثمره من ثمر الدعوات عليه السلام اخذ سار وهاجر وقفل الى بلاد الشام مره اخرى وفي الطريق اجلسهم وقال اني ذاهب الى ربي سهدين ربي هب لي من الصالحين. عنده كم سنه كان؟ عدت 80 سنه ولكن لم يأس من رحمه الله عز وجل. سال سيف الدعاء وطلب الذريه ومش اي ذريه. واحد يقول لك حته عيل يا رب حته عيل ده ممكن يكون شيطان ممكن يهللك ممكن يشردك ممكن يضيعك. لا وهب لي من الصالحين ولد صالح والا فلا. يعني ممكن الناس تفكر كده النهارده لا يقول لك انا عايز عيل بس عايز حتة عين. يا رجل اتق الله ممكن يضيعك يدمرك. فقال هب لي من الصالحين. فكان هذا التنسيق الجميل من سارة شوف تخيل جهزت له هاجر وادخلت عليه بعد ان تأثرت بدعواته هذه وقال تدخل عليها وهذا جاء شرعا ادخل عليها عسى الله عسى المولى تبارك وتعالى يرزقك منها الولد. فدخل بها فكان اسماعيل بالدعاء أمر أن يضع إسماعيل وأمه في ذاك المكان فسلم وخضع وانقاد وقفل راجعا على حماره. فكذلك القصة طبعا الله أمر قال نعم قال إذا لن يضيعنا. عمل هو يدوبك مشى بعد الوادي اللي فيه الكعبة اللي الكعبة الآن يعني يدوبك عدى وقف واستدار ودعا الله عز وجل. دعا بيش دعا أن يكون هذا المكان مكان صعب جدا لا أليس لا, لا, لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب مكان موحش مخيف. دعا الله أن يكون هذا المكان بلد مش بلد عادي بلدا آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني هذا المكان. حصل ولا ما حصلش؟ حصل سبحان الله. ودعا أن يجبى إليه بكل الثمرات. حصل ولا ما حصلش؟ نحن نروح ناكل الله والمانجا في غير وقتها وكل الفواكه اللي تخطر على بالك وتلاقيها موجوده تجبى اليه من كل بلاد الدنيا. امر عجيب. ووقع ولا ما وقعش؟ وقع. ودعا ان يكون من هذا الرضيع ام مسلمه كانت ولا ما كانتش؟ كانت. ودعا ان يكون النبي الخاتم فكان عصام ولا ما كانش؟ كان. انا دعوه ابي ها ابراهيم الحديث حديث صحيح انا دعوه ابي ابراهيم سبحان الله. دعا يعني له بهذه الدعوات العظيمه والبركات التي ستمر بنا ان شاء الله تبارك وتعالى في بقيه الربع بهذه الصوره الجميله فتحققت جميعها. الشاهد من المعنى ومن الكلام ان الخليل ابراهيم استصحب الدعاء في كل لحظات حياته وكل موطن نجا فيه الخليل كان بسبب استعمال هذا الدعاء العظيم الدعاء القوي البتار السلاح الذي لا نظير له. أنا سائلك الآن وأنت المهيون الحزين المديون المثقل بالأعداء وأنت تطالع على الساحة المعزل لإخوانك في بلاد المسلمين من انتهاك الحرمات تدنيس المقدسات نهب الثروات هل استعملت هذا السلاح وأنت على يقين في أن الله على كل شيء قدير أم هذا سؤال؟ سؤال يا جماعة هل نحن نستعمل الدعاء كما ينبغي؟ هل عندنا فقه الدعاء ونتعامل معه كما كان الخليل أو كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ادرسوا القصص وانظروا كيف كان حال النبي أيضا عليه الصلاة والسلام ما كان يتحرك إلا بالدعاء. إيش المعنى والمراد؟ قالوا في الدعاء أسمى معاني العبودية أجمل معاني العبودية. الداعي الذي يتضرع ويدعو قالوا إنما يعترف بفقره وعجزه وحاجته أنه لا حول له ولا طول ولا قوة وأنه لا سبب ينجيه إلا بفضل الله تبارك وتعالى.
والمحارب والمساعدة في مضيب من شيطان الإنس والجن. فلماذا لا نتوجه نحن بهذا السيف وندعو الله عز وجل لأنفسنا ولأهلينا ولمجتمعاتنا يعني جميع المسلمين في كل مكان؟ لما لا نستعمل هذا السلاح؟ عندنا قصور، بل عندنا تقصير، بل عندنا زهد في هذا السلاح. ورسول الله يرغبنا وربنا تبارك وتعالى يأمرنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال أهل العلم هذا يدل على وجوب الدعاء وأن تدعو الله تبارك وتعالى، سيدخلون جهنم داخرين. ورسول الله يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليك إن تركت سؤاله وطلبه سبحانه وتعالى. فهذا يعني أنه يطلب المدد والعون والتوفيق والسداد والرشاد إلى آخر هذه المعاني. ورسول الله يقول لنا أعجز الناس من عجز عن الدعاء، عليكم الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وإن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، إن البلاء لا ينزل من السماء فيقابله الدعاء فيعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. أين أنت من الدعاء؟ استعمل هذا السيف وأكثر من الدعاء لنفسك ولعموم المسلمين. فما حوجنا إلى دعوة خالصة من قلب خالص لله تبارك وتعالى، عساها تكون سبب في نجاتنا جميعا يوم نلقى المولى تبارك وتعالى. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا إمة وأسوة وقدوة للناس في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في مناسبتنا. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمن علينا بالإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يكتبنا من حجاج بيته الحرام في هذا العام وإلا في الأعوام القادمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت نصيحة في عجالة جدا حتى يعني لا تضيع الفرصة، الأيام العشر المباركات على وشك الابتداء، ويعني نصيحة لنفسي وإخواني أن يعني يعتبروا بهذه الأيام وأن يعطوها القدر اللائق بها. فهذه الأيام مما وردت في القرآن العظيم الأدلة بذكر بيانها، والفجر وليالي العشر، جمهور المفسرين أنها عشر ذي الحجة هذه، وليذكر الله في أيام المعلومات، أي جمهور المفسرين على أنها أيام العشر الأول من ذي الحجة. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح الألباني عند ابن حبان وغيره أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من أيام هي أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل الصالح فيها من هذه الأيام. فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب والله عز وجل من هذه الأيام. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويعني التفضيل هذا من حق الله عز وجل، يفضل من شاء على من شاء، ما تشاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ويخلق ما شاء ويختار. والأعمال الصالحة المطلوبة في هذه الأيام المباركات التي على الأبواب، أولا التوبة الصادقة والنصوح، وهذا من أعظم الأعمال القربات. يعني أيضا صح عن أهل العلم أن أداء الفرائض والواجبات والحقوق التي يعني هي أنت مكلف بها عينا من أعظم الأعمال والقربات، حبذا لو زدت من النوافل والمستحبات كصيام التطوع وصلة الأرحام وبر الوالدين والإكثار من الذكر والدعاء والتهليل والتسبيح والتحميد. أيضا الأضحية لمن كان يقدر عليها، يعني هي سنة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، فمن كان يقدر على الأضحية بشروطها فليحرص عليها. ومن عزم على أن يضحي فعليه أن يمسك عن قص أثار وشعاره، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أثاره ولا من أشعاره شيئا، يعني لا يقلم أثاره ولا يقص من أشعاره ويحلق شيئا مما أذن بحلقه في غير هذه الأيام، اقتداء بالحجيج، سمعا وطاعة للسنة، طلبا للأجر والثواب، كل هذا من الخير. فندعو الله عز وجل أن يوفقنا إياكم للعمل بما سمعنا وأن نعمل به داعين الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الأسئلة لأننا أطلنا عليكم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.